مرحبا بكم على موقع محترفي البرمجة. اليوم سأبدأ سلسلة إنشاء موقع بواسطة دريم ويفر، بعد أن قمت في الحلقة السابقة بتعريف للـ HTML، وهو الكود الذي نشئ به المواقع. أولا سنقوم بالدخول إلى دريم ويفر، أنا أستعمل دريم ويفر CS3 هنا يكون الفرق بسيط جدا، سيس فور اي سيس فايف. دونك هنا تيبان لينا هنا لي فايل اللي كنا ديجا مصايبينهم، نقدر ناخدو بحالا بديتي في كرياتي سيت، غادي تبدا تاخد الفايل من اوبن وتختار المكان. حنا بالنسبة لنا يلا غادي نبداو موقع جديد، دونك نجيو كرييت نيو، وهنا تعطينا الكود اللي تيتكري بهم السيت. عندنا بحال HTML PHP LASP .NET. دونك نجيو حنايا دريم ويفر سيت، كليكيو هنا تعطينا سيت ديفينيشن، وهنايا بازيك و ادفانسد. بالنسبة للمبتدئين غادي نديرو بازيك، وهنا نايم يور سيت. هنا تعطينا الاسم ديال السيت اللي بغيتي تختار، وهاد النايم تيكون متعلق بالموقع. دونك حنا نختارو اسم كالكم، وهنا اليو ار ال ديال السيت. الا كنتي ديجا شاري يو ار ال تقدر توضعو هنايا. بالنسبة لنا حنايا يلا مبتدئين ما غاديش نديرو، نديرو نيكس. بالنسبة لهنايا تيقول لينا باش نستعملو اي سيرفر تكنولوجي، لا اسبي دوت نت لا اسبي جي اس بي. هنا نديرو نو، نضغطو على نيكس. هنا تيقول لينا بان فين اونغوجيستريو لي باج ديالنا، دونك هنايا ريكوموند غادي نخليوها في البيسي الاولى، ومن بعد نوضعها في السيرفر ديالنا. وهنا تيقول لك المكان اللي غادي اونغوجيستري فيه، دونك نختار عندي. ويب سيت وضعناه في دوكيمون اونجستري، بعد نضغطو على نيكس. بالنسبة لهنا تيقول لينا كيفاش غادي نتكونيكتو مع السيرفر ديالنا. حنا بالنسبة لنا ما عندنا السيرفر، دونك غادي نجيو ديريكت نديرو نون، نضغطو على نيكس ثم نيكس. بعد هنا تعطينا ديفينيسيون اللي وضعنا على السيت ديالنا، النايم ديالو والمكان سيت اونجستري فيه، وغادي تكليكيو على دون. لاحظ هنايا بان ويب سيت اللي كرينا هنايا توصي سيت ديف بروف بوان كوم، طلعتو هنا هنايا هو المكان ديالو دوكيمون. من بعد غادي نجيو نضغطو على مور، غادي يعطينا بلانك باج، اختارو اتش تي ام ال. هنا يعطينا دي باج وانت تختار اللي يعجبك، تارو تو كارم ليكويد ليفت سيدر هيدر اند فوتر. شنو تسهل لنا تو كارم ليكويد؟ ليكويد يعني بان ملي يكون عندنا التكست هنايا تقدر تكبر وتصغر، والتكست متى تكبر وتصغر الباج، والتكست متى يتغير حتى هو تيكبر ويصغر مع الباج. قبل ما نضغطو على كرييت نجيو حنا بغينا هاد الباج نسجلو مع سي اس اس، دونك نجيو كرييت نيو فايل، من بعد نضغطو كرييت، هيعطينا الاسم سي اس اس، نختارو ليه المكان ديال اليوم اونجستر في الباج، نخليو ليه نفس الاسم ديالو.
انريجستري، من بعد تبان لنا الباج ديالنا اللي خرجت لينا. هنا تظهر لنا الباج اللي اختارينا، دونك تخرج لنا الباج ديالنا المود ديالها سبليت، يعني تخرج لك الكود والشكل ديال السيت. من بعد تقدر تكليكي كود يبان لك هي الكود ديالك ديال الباج، وتقدر تكليكي على ديزاين يخرج لك غير ديزاين. كنت دابا نخدمو حنا غير بالديزاين، نخليوها هكذا ونشوفو من بعد التغييرات اللي غادي توقع على الكود. هنا الكود وهنا ديزاين وهنا سبليت. سبليت يعني ميلونج عندك الكود والباج ديالك. نختارو كيف قلنا ديزاين باش نعدلو التغييرات اللي غادي نديرو على الباج ديالنا. كيف نشوفو عندنا الهيدر وعندنا المين كونتنت وعندنا السيتر بار وعندنا الفوتر من هنا. من بعد دابا الهيدر نبداو نعدلو فيها، بحال دونك نكتبو اسم الموقع ديالنا في مين كونتنت. ترو اكزامبل بيانفاني نظهر، نقدرو نطلعو هنايا نديرو وهنا. إذا كان عندنا التكست تاعنا جاهز نقدرو نديرو ليه كوبي كولي هنايا، غادي غير نسيليكسيوني نختارو اللي بغينا، التكست ديالنا جاهز. نكملو ثم نجيو للفوتر كوبي رايت ألفين عشر هنا نوضعو السامبول ديال الكوبي رايت. دونك باش نديرو السين ديال الكوبي رايت نجيو الأنسر HTML سبيسيال كاركتر كوبي رايت. نبلنا السين ديال كوبي رايت. من بعد دونك دابا نجيو نغيستريو لي الباج تاعنا، دونك نديرو سيف ولا سيف از، نختار المكان ديالها ويب سايت. هاد بما ان الباج هي الاولى ضروري تكون سميتها اندكس بوان اش تي ام ال، لان اليو ار ال تيقرا لنا الباج الاولى هي الاندكس بوان اش تي ام ال. دونك انريجستريو انريجستري باش نلاحظو الباج ديالنا ولا الصفحة ديالنا كيفاش دايره. نلاحظو هنايا بريفيو اللي هو شكل الكرة الأرضية، نضغطو غادي يبان لك النافيغاتور اللي عندنا بريفيو ان فايرفوكس ان اكسبلوري. دونك نختارو حنا واحد فيهم ونكليكيو غادي يبان لنا تبان لنا الباج ديالنا. هنا تتبان لنا الباج ديالنا التايتل اللي كنت قلت لكم قبل، الاسم اللي فيها الباج كنت تشوف. بالنسبة للمفهوم ديال الكود اللي كنا قلنا من قبل، تلاحظوا بأن إذا صغرنا الباج التكست تاعنا تيبقى هو هو. تلاحظوا هذا هو مفهوم الكود. كما كملنا دابا المرحلة الأولى ديالنا وصيبنا الصفحة الأولى اللي تتبان في الـ URL في السيت تاعنا، ونتمنى إن شاء الله في حلقة مقبلة بدأنا في هذه الحلقة. انتظرونا على موقع محترفي البرمجة dev-prof.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.